يا الجزائريين، الفيديو هذا درته كرسالة موجهة للمسؤولين خصيصا، وكي نقول مسؤول مش يلزم يكون مسؤول كبير، لا لا يا أخويا، قصدي هنا كل واحد يخدم في خدمة وهذيك الخدمة ينتفع بها المواطن. لكن انتوما يا المسؤولين الكبار، رسالة راح تقيسكم بالبزاف، لأنه الأغلبية فيكم ما يخدمش خدمته كما اللي راح تشوفوا الآن. وجبت كمثال والي ولاية البويرة، أني قلت لكم في القناة هذه اللي يخدم خدمته صدقوني ندير عليه فيديوهات ونشكره، لكن اللي ما يخدمش خدمته صدقوني ندير عليه فيديوهات وما نخلي له والو. هنا ما كانش الشيتة هنايا، فكامل يا الجزائريين ديروا خدمتكم، والفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع. ماذا بكم؟ أنا ما يهمنيش قلت لكم المشاهدات، وإنما يهمني رسالة اللي كاينة في الفيديو. فكامل أهبطوا لتحت خليوا اللايك، خلي اللايك خويا الجزائري، لأنه على بالي راح تشوف الفيديو هذا يعجبك تهبط وحدك تخلي لايك وتزيد تنشره. والي ولاية يعني البويرة دار واحد الخرجة، شفت الفيديو عجبني بالبزاف، فقلت لازم نشاركه مع المتابعين تاعي. ما كانش كيفاش ما نشاركوش مع الجزائريين. شوفوا شوفوا. ما خد الوالي حول الثانية خرجت أربعة هذه السنة في ولاية كي خرجت خرجوني مظلمة عندي عاد كي خرجت تبعوني خرجوك ولا مجازر مجازر ماذا وقت نحبس لا هذا سكن وظيفة أنا لا لا بارد أنت ولدنا خونا ما نسمحوش فيك وظروفك الصحية هي دايرة وراك حد تسكن هو يحوس على الارجاء تاعو الى غير سوسيال. فهمتوا يا جزائريين ولا ما فهمتوش؟ نفهمكم بكل بساطه. جاء مواطن الى الوالي وقال له يا الوالي انا راهم راح يخرجوني من السكن الوظيفي. كان عنده سكن وظيفي تسمى كان يخدم عند الدوله، وقالت له الدوله اخرج ما دام كملت الخدمه تاعك. لكن هو مسكين ما عندوش سكن، ما كانش وين يروح، فراح عند الوالي باش يدير له حل. المشكل ماشي هنا في الحل ولا يا الجزائريين، وانما كيفاش استقبلوا كيفاش يتكلم معاه. شوفوا ما يخرج حتى السوسيال نجمو سوسيال رئيس البلديه السيد رئيس الدائره اكتب للدار هذا اللي يعرف يدير غير ميزون دو مار، فهمت؟ قول له بلي يبقى تما قائمه تاع السكن الى غايه اخلائه عند زين عندي السكن معليش معليش شوف هذو قاعد يسكنوا ما لحقش روحي والله ما لحقش يعطيك الشكر ونخلصوا لك المفتاح ونطلبوا منك السماح. بابا با يا جزائريين، على بالكم شتو زوج كلمات هذو ولا ثلاثه اللي قالهم؟ صدقوني غير كلام كبير بالبزاف. قال له نمدوا لك سكنه ونزيدوا نخلصوا لك المفتاح ونطلبوا منك السماح. علاش السماح؟ لانه كان موظف عند الدوله وكانوا حابين يخرجوه، هو مسكين ما عندوش سكن. باش تشوفوا يعني انه المسؤوليه عندها ناسها، وانت يا والي البويره بالفعل تستحق المنصب اللي راك فيه. راك ولدنا لا ولا ما سرعت انت خويا. خالتي مسعود هكاك قرار السكنات الوظيفيه قرار احنا السكنات الوظيفيه يعني قرار احنا السكنات الوظيفيه قرار حكيم باش الناس الموظفين الاخرين يجوا ثاني يشوفوهم، ولكن ما نمشيش نطردوا ولادنا نعطوك ساكن ان شاء الله نخلصوا لك المفتاح وشتا هي من بعد ما تقوليش الزوجه الثانيه راهي ساكنه ولا عندي ساكن ولا راني حاب نزيد امراه. كما راكم تشوفوا يا الجزائريين، حتى انه استخدم الفكاهه باش يخفف عليه. مسكينه ومريض ثاني، ما هذه الحاجه ما قلتها لكمش. السيد هذا راهو مريض ما يقدرش يمشي تسمى، والله وش نقول لكم، كيما هكذا برك معامله كيما هك في كل الادارات الجزائريه صدقوني الجزائر راح تتسكر. وين تروح تلقى انسان يعاملك كيما هكذا ما راحش تكره حياتك الجزائري، وراح يعني كل شغاله تاعك تقضيهم على اكمل وجه، واللي عنده مشروع يديره واللي عنده كاش فكره يديرها والجزائر تزدهر. بصح يبت شناف ما نربحوا والو، والله ما نربحوا والو، وانما نزيدوا نخسروا بعضنا برك. نخرج هذا مشكل اكثر من سكنه الاولي هذا. صح 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 واش كنت تخدم في الولايه؟ شوفر خدمت فراش الولاد، صرت مع فراش الولاد، خدمت على لي سكونت واحد 10 سنين. شوف 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 ش
يحتاج طبيب ولا يحتاج لي زاناليز ولا لي راديو روح عند رئيس البلديه بارك الله فيك. بارك الله فيك. دار السكانر 1500 ولا نحط روحي. هذوك همس. يعطيكم الصحة. بعد اسمو ندير لك شكور ونعاونك. كما شفتوا يا الجزائريين حقيقة يعني بالك كاين فيكم اللي شافوا حاجة نورمال، لكن صدقوني مثل هذه الأفعال هي اللي تبني الجزائر، مثل هذه الأفعال هي اللي ما تخليش الجزائري كاره من الوطن تاعو، لأن الوطن تاعنا مليح وكامل على بالنا باللي الجزائر مليحة، لكن المشكلة العويص في الإدارات الجزائرية وين تروح يكرهوا حياة الجزائري، ما يتهلاوش فيه، ما يضحكوش مامبا في وجهه، يقابلوه بالتشناف يا سيدي يضحك في وجهه وش راك خاسر، وش راك خاسر اخي انتك خالص عليها. وبالعكس بالعكس شفت كي تضحك في وجه الجزائري كشغل لك قضيت له حاجة، كشغل راك درت له هذاك الشغل اللي جاك على جاله. الضحك اخي باطل، ابتسم يا اخويا، ابتسم وقابل الناس بكل ابتسامة. هذا ما كان او الوالي مدلكم درس يا الولات، أني نحكي عليكم كامل يا الولات ويا كل المسؤولين ويا الوزراء، يا الوزراء ماكم والو في الجزائر. أنا نقولها لكم، أنتم عبارة عن مواطنين رزقكم ربي بوست تاع مسؤولية، والمسؤولية صعيبة، المسؤولية ما تفرحش بها، لأنه غدوة عند ربي سبحانه راح تتحاسب. دايما ديروا روحكم يعني ديروا أنفسكم في مكان المواطن الجزائري، دايما خموا بأنه الدنيا هذه فانية وما عندكم ما تديوا معاكم يعني في الآخرة، ما كاين والو تديو غير الأفعال تاعكم. قادر هذيك الابتسامة اللي تبسمتها المواطن جزائري دخلك للجنة نورمال، كيما قادر هذيك التشنيفة دخلك للنار. ثم احنا يا ماذا بينا يعني نشوفوا المعاملات كيما هكذا في كل الولايات في كل الإدارات، ماذا بينا ماذا بينا؟ ويا أي مسؤول في الجزائر دير في روحك راك في خدمة الشعب الجزائري، يعني البوست اللي راك فيه راك فيه على جال الجزائريين، ماشي زعما داك تطلع لي مسؤول تولي لي تمشي بالسياره الفاخره وتزوخ ومنا وكذا، والخدمه ربي يجيب، والخدمه والمعامله يا سيدي عامل الناس وما تخدمش، عامل الناس برك ومن بعد باش نجيو نحاسبوك على الخدمه. يا سيدي ما عندكم لا معامله لا خدمه، والله الاغلبيه يعني واحد 80% ما كاين لا معامله لا خدمه سبحان الله. لذلك الرسالة هذه إن شاء الله تكون وصلت وتكون وصلت إلى كل الجزائريين. كما على بالكم الهدف تاع القناة هو أنه نخليو المواطن الجزائري يعيش بشكل أحسن، ونسيو الماكسيموم كيفاش نقضيو على المشاكل تاع المواطن الجزائري بطريقتنا، واللي هي طريقة إيجابية ماشي طريقة هدامة، أنه نجيك الجزائري ونقول لك والوطن هذا ما فيه والو والدولة هذه ما كاين والو وكذا. لا لا خويا العزيز، لكل مشكل عنده حل، باش تجي تكريتيكي برك وتكريتيكي وكذا وما تمدش الحلول ما كان لها ما نسحقوش رايك، لانه رايك هذاك راهو يقيس بالوطن برك. نسحقوا ناس تمد لنا الحلول يا خويا، ناس نسحقوها تمد لنا الحلول، نسحقوا ناس صح تحب بلادها. وان شاء الله الرساله هذه تكون وصلت، وعلى بالي كامل يا الجزائريين راكم متفقين معايا في واش راني نهدر، لانه الحمد لله اللي تبعوني كامل ناس ما شاء الله، ناس عندهم في الدماغ، دايما نقرا التعليقات تاعكم، فشكرا بزاف على الدعم تاعكم. وانا نكمل في نشر رساله كل الجزائريين واللي هي رساله الحق، وقلتها لكم ونزيد نعاودها لكم، انا هنا ليس لارضاء اي شخص، واللي يغلط يخلص واللي يخدم خدمته قد نشكروه، هذه هي يا ولدي. حتى لو كان تكون رئيس الجمهوريه ما يهمنيش، انا الحاجه اللي تهمني هي الجزائر والمواطن الجزائري اللي حاب يعيش معيشه كريمه. نقطه عاد الى السطر فكامل قبل ما تخرجوا خليوا اللايك تاعكم يا الجزائريين، ونتلاقاو في فيديوهات قادمه. تحيه الجزائر دائما وابدا، وان شاء الله الجزائر نلقاو فيها غير الخير، والسلام عليكم.